مساء الخير، مرحبا بكم في المباشر في ناس نسمع. الليلة في ناس نسمع في الجزء الثاني مواصلين حديثنا على التوانسة المتوجهين للقتال في سوريا. آخر الأخبار اللي وصلتنا، رجل تونسي هز مرته وبنته عمرها عام ونص على أساس ماشيين يسلعوا في تركيا، ياخي لقاو رواحهم متوجهين لسوريا للقتال. المرأة عملت نداء استغاثة لخوها، وخوها هو والمحامي يكونوا حاضرين معنا في ناس نسمع في الجزء الثاني. في ناس نسمع زادة في جزءنا الثاني نستقبلوا إسماعيل السحباني النقابي اللي كان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل قبل ما يغادر الأمانة العامة بتهمة الفساد. اليوم السحباني على رأس اتحاد عمال تونس وتم انتخابه كأمين عام للمنظمة، يحضر معنا كيف كيف في الجزء الثاني. أما قبل هذا الحدث الليلة في ناس نسمع، والحدث في نسمة نسمة من قناة البوكي في ثلاثة قنوات، نسمة الحمراء، نسمة الزرقاء، ونسمة الخضراء. موضوع نحكيو فيه بتفاصيله مع الرئيس المدير العام للقناة نبيل القروي. مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا بك. يرافقوني بطبيعة الحال سفيان بن فرحات وسفيان بن حميدة، مرحبا بكم. مساء النور. أيوة قيت ان شوفو شاتان فاسا كومونس بيان سا كومونس بيان. لا جد حلوه اللعبه. ناس نسمع اليوم بمشاركه وبحضور الجمهور، ولاد نسمه واولاد قروي انت قروي وعدد من الصحفيين، مرحبا بكم الكل بطبيعه الحال. نبيل قروي، لافونتور نسمع هي اللي باش نبداو بها، قصه عندها سنوات وماشيه وتتطور. نشوفوا لافونتور نسمع. Nestesma en direct live. فلسطين في قلب المغرب الكبير. C'est parti. Nessel Khan. Une AF Nesma Cup. Et dit Ness Sport. Ness El Hand. Oubarayev, Tunis Open. Tournament avec Moussoud à Ness Lot. Ligue 1, le Firenze. Brazil, le Hadaf Lawen. A Shout à Tel. 100% foot algérien. Non, solo moda. Net Farjou. من سيربح المليون على نسمة؟ نوي سبيسيال مغرب. سينما مغرب. ناس هوليوود أخذوا معنا. برنامج نت ماك ممنوع. خزيمتنا هكا. مغربنا في التحليل والتمويل. يو تكلم. أكبر مستشفى تلفزيوني في المغرب العربي. يا سي عبد العزيز أرجوك. يمين يسار. برنامج بالسياسة، الأحد السياسي، تشريعيات 10 ماي، اليوم التاريخي هذا يوم 23 أكتوبر، هذا استوديو سياسة. الأخبار على قناة نسمة الليلة في نشرتنا. لا تخاف سنكوّر بها في المباشر في ناس نسمة.
أجواء سبيسيال الليلة في نسمع اللونسمون دو بوكي نسمع ثلاث قنوات نبيل القروي سؤالنا الأول جوستومون علاش من قناة لثلاث قنوات؟ خاطر الدنيا تتطور على خاطر هذه احنا برنامج كنا عاملينه منذ ثلاثة سنوات خاطر كنا من الأول نعرفوا لقناة واحدة ما تنجمش تجاوب احنا كنا معناتها الهدف نتاعنا أننا ندخلوا خمسة بلدان كي تحسب بلدان المغرب الكبير وفرنسا خاصة أوروبا سبيسيالمون فرنسا تعرف مثلا احنا كنا عندنا صعوبة كبيرة ياسر في رمضان في رمضان كي المغرب يبدا 6:30 في ليبيا و7 في تونس و7:30 في الجزائر العاصمة و8 و4 في كازا و9 ودرجين في باريس كيفاش نجموا نعملوا برايم تايم معناتها قناة واحدة من الأول سيتي ان بالون دي سي وبعد كنا نخمو باش نطوروا ولكن زاد قناة واحدة كانت يمكن تنجم لعبت دور في السنتين الأولانيين على خاطر قبل الثورة التونسية معناتها كانت قناة تجمع المغاربة للثقافة والموسيقى وكنا ما عندناش احنا ما نجموش نعملوا أخبار وقت اللي جات الثورة التاريخ دزنا كيما القناة التوانسة الكل ولينا محسوب قناة إخبارية وبعدت نوعا ما الاودينس نتاعنا تاع الجزائريين والمغاربه والليبيه لانهم ما عادش مهتمين بالحكايه هذه ولات هذا هو دونك قعدنا كاين ساق هنا وساق هنا وبعد بشويه بشويه بدينا نخدموا مالغري الصعوبات وقررنا به اما اليوم هل الفكره العامه نبيل القروي تبدلت معناتها نسمع سلوغون تاعها هو قناه المغرب الكبير هل بالبوكي الفكره تبدلت ولا فرد فكره ولات في بوكي لا سي بلوس كو جامي قناة المغرب الكبير قنوات المغرب الكبير ستادير كيما وقت المرة الأولانية كي عملنا قناة المغرب الكبير احنا حطينا فيلم مصري ولا حطينا مثلا فيلم أمريكاني قالوا لا هذه مش قناة المغرب الكبير هو وفات قناة المغرب الكبير هو قناة اللي يحبوا يتفرجوا فيها المغاربة وفات دونك احنا شو عملنا مشينا اون ايسي ديتر بلو بريسي الجزائري ما يتفرجش كيما التونسي ما يتفرجش كيما المغربي ولا كيما الليبي والمهاجر كيف كيف ولهذا البرامج تبدا اما برامج ديفيرونت ولا هي بيدها اما في اوقات اخرى. باهي يلا نشوفوا باكثر تفاصيل ثلاث قنوات نسمة الحمراء نسمة الزرقاء ونسمة الخضراء توب. مع نسمة لبوكي تقدر تشاهد افضل المسلسلات الدرامية واحسن البرامج اللي تحبها على ثلاث قنوات وفي اللون اللي يواتيك في نسمة الحمراء. ناس نسمع فوتر ماجازين داكتواليتي والمسلسل الدرامي التركي الحدث حريم السلطان والمسلسل اللي يجمع أكبر وألمع نجوم التمثيل في المغرب الكبير لأجل عيون كاترين في نسمة الخضراء مع الضحك والأمبيانس في برنامج لغران سبيتار والشوط الثالث تولك شو لآخر مستجدات الكرة الجزائرية جاك المرسول البرنامج اللي يقرب البعيد وفيه تصفى القلوب تتفرجوا على نسيبتي العزيزة مع ألمع نجوم الفكاهة في المغرب الكبير ناس نسمة وجاك المرسول نسمة لبوكي بداية من الليلة نسمة لبوكي بداية من الليلة 7:30 اللونسمون نتاع نسمة الحمراء ومن بعد تباعا نسمة الزرقاء نسمة الخضراء ونسمة الزرقاء نبيل القروي اجمالا بصفة عامة كيفاش نجموا نقدموا ثلاث قنوات هذو والله الحمراء هي قناة مغاربية اما متوجهة للمتفرج التونسي والليبي الخضراء قناة مغاربية للمتفرج الجزائري والمغربي والقناة الزرقاء هي قناة للمغاربة اللي في الخارج ونحب نقول نزيد للنسمة الخضراء وفات هي النسمة من قبل الثورة وفات الاسبري تاع النسمة الخضراء هي نسمة بلا سياسة دوك كاين نسمة من قبل الثورة خاطر احنا كي مشينا وعملنا ليزيتود في الجزائر وفي المغرب مثلا ما يحبوش كي قلنا لهم نعملوا قناة جزائرية ولا قناة مغربية قال لك لا انا عندي القناة الجزائرية وعندي القناة المغربية القناة اللي نحبها نحب نسمة حب قناة مغاربية ولهذا القناة الخضراء هي أكثر واحدة مغاربية هذا هو بخلاف زاد الزرقاء كيف كيف دونك فما زاد يعني كانوا كي نسمعك نبيل القروي كانوا فما زاد جاية الفكرة من أنه الناس فدت من برشا سياسة هذا هو ساعة
احنا باش نرجع لك على الحمراء، الحمراء متجهه لتونس وليبيا لانهم زوز في فتره انتقاليه، وباش نضطروا نتبعوا انتخابات ولا احداث سياسيه كبيره اللي هي كانت تقلق المغاربه الاخرين، فهمت؟ هذا حاجه. ثانيا احنا كيف كي جينا عملنا البوكيه هذية القنوات فكرنا في البرمجة نتاعنا، نسمة الحمراء اللي هي متجهة لتونس وليبيا، بدلنا البرمجة الكل، وقفنا لي برودكسيون ومشينا خممنا مليح، لقينا البيزاج اوديوفيزويل التونسي ما عادش فيه كان سياسة، ما عادش فيه لا أفلام لا ترفيه لا شيء، معناتها العباد تفرج في السياسة وخايفين ومتقلقين. احنا خذينا لو باري من الغدوة باش نحطوا حريم السلطان كل يوم، وبعد مسلسل تونسي، وفي الويكاند باش نعملوا برمجة عائلية، نسمة باش تولي أكثر عائلية وأقل سياسية. جوستومون حريم السلطان المسلسل الحدث اللي ربما نستناو فيه على نسمة، المسلسل التركي باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل شوية آخر، أما زادة باش نحكيو على موضوع الصعوبات المالية لنسمة. فما لي ترون كومان بيان سور، فما لي ترون كومان، مثلا ناس نسمة هذه اللي تشوفوها انتم، اللي انتم فوزيت اكتور فيها، خلينا نتفرجوا فيها، هذاك تتعدى على الزرق وما تتعداش على الخضره، بار كونتر في الخضره اون فافوار لي زانسيان ناس نسمه اللي فيهم الانترتينمنت، اللي فيهم الغناء ولي زارتيست اكسيتيرا، فهمت؟ دونك هو انت حريم السلطان يتعدى على الحمراء والخضراء مش على الزرق. تركز شويه على الضحك والانترتينمنت وتقول هذا هو. علاش ما تحطش كاميرا في مجلس السياسي كوم سا؟ رجعنا للسياسه تو، رجعنا للسياسه خويا، احنا نحبوا نقولوا كاميرا فيكس، هذاك فهمني الناس الكل تدوس بالو ماتان، با ترو فيت لو سواغ، وعندك ان سبيكتاكل، الريجيسور والكرياتور والسينوغرافي كلهم غادي سي مصطفى بن جعفر والنوال. اي زينا بتفليك سفيان عاد. لا بالعكس قاعدين نحكيو في الجامعة. طبعا عليها. سا كوت بوكو موان شير. للشعب اما للشعب التونسي اغلى لانه يحبوا يزيدوا مليون و200 هذاك الاتيلي دو بروكسيميتي. جوستومون الانتاجات نتاع نسمه والانتاجات اللي شريتهم القناه باش نحكيو عليهم شويه اخر، نبيل القروي، ما زاد نحكيو على المشاكل الماليه والحديث عليها للقناه، نشوفوا تقديم حريم السلطان ونرجعوا. انا سليمان، أنا الذي يبحث عن العدالة بكل خطوة يمشيها بحياته. هو السلطان الأقوى بالعالم الإسلامي كله. يعني رح تكون اسكندر زمانا. ما رح كون خليلته لليلة، بالعكس رح كون لألف ليلة وليلة، والسلطان سليمان رح ساوي خاتم بإصبعه. وقت لتعجز ملوك الأرض على مواجهة سلطان شاب، تظهر امرأة باش تملك له قلبه وتبدل له حياته. من داخل الأسوار العثمانية تعيش حكايات جسدها أبطال أضخم مسلسل في تاريخ الدراما التركية. حريم السلطان بداية من نهار 3. حريم السلطان، حريم السلطان مسلسل تركي. نبيل القروي، علاش حريم السلطان وعلاش المسلسلات التركية في البرايم نتاع نسمة؟ ساعة مسلسلات تركية خاطر هما توا أكثر حاجة ظاهرة ناجحة عندها سنوات، ولكن حريم السلطان سبيسيال خاطر سيت اون فريسك هيستوريك، ماهوش مسلسل درامي ولا سوسيال ولا عالمي، سيت ان فينومين بدا في دبي هكا وبعد خرج ولا عالمي. احنا درسنا شفنا انه التوانسه والجزائريين والمغاربه اون جينيرال ما شافوهش من الاول، دونك كي عملنا ليتود نتاعنا شفنا هو خرج اول واحد، دونك وفيه اكثر من 300 حلقه، دونك باش نجموا نقعدوا فيه عام كامل. اي نعم اي نعم. ذكرني في مسلسل اخر. المغربيه ما عندهمش فيوريزم، 300 مراه على الاقل. ذكرك في مسلسل اخر. اخلاقيه. مجلس تاسيسي اونكور اون فوا. التوجه للمسلسلات والمسلسلات التركيه، نبيل القروي يطرح مشكل الانتاج في نسمه وحكاية الفلوس، بس كلام تقال على مشاكل الفلوس نتاع القناة، القناة كانت باش تفلس، القناة على حافة الإفلاس وكذا، فاليوم لونسمون نتاع ثلاث قنوات، شو حكاية الفلوس ومشاكل الفلوس في نسمة؟ ساعة أول حاجة باش نحكيو على احنا ما شريناش كان مسلسل تركي، خاطر الله يطمنك.
حاضر سفيان باهي تو نطمنك تو تو من بعد عنا مش نعديو فما حدث سيدة كيف كيف اللي هو من أجل عين كاترين اللي هو من أكبر أكثر أكبر إنتاج عملته نسمة أكثر حاجة صرفت عليه وتعدى في رمضان متعرف في رمضان العباد تبدأ تعمل في الزابينج يمشيوا من القناة للقناة من القناة للقناة دونك عمره متفرجت فيه العباد باش نبداو كيف كيف غدوة حريم سلطان وبعد حريم سلطان عنا من أجل عيون كاترين اللي هو بوموا اللي أوسي أمبورتون ممكن أهم من حريم سلطان باهي ومن بعد حبيت نقول في حكاية الإفلاس هذه إشاعة فهمت كما قال في جينيول فهمت احنا انا نهار عندي يمكن ست شهور عملت انترفيو في دوزيم في التلفزيون المغربيه وش قلت لو سيستيم تاع قناه واحده باش تجمع المغرب الكل المغرب الكبير الكل مات دونك توا باش نحلوا ثلاثه قنوات خذاها صحفي جزيري جزائري ربي يهديه وقال افلس نسمة بين سور وخينا هنا فما 50 واحد خذوها ديريكت فرعوا بها ومش يقولوا في الارتيكل افلس نسمة وبعد ثلاثة قنوات باش يتبعثوا مع وليد بن الطلال اللي تشارك مع وليد بن الطلال مش فلس راهو مالوغوزمون مانيش باش نشاركوا مع وليد بن الطلال كيف مش صحيح فهمت دونك منو الصعوبات احنا افكتيفمون عندنا صعوبات على خاطرنا توانسه تونس كاملة عندها صعوبات ونتحدى شنية ان هي الشركة التونسية حتى الشركات القومية فهم شركات قومية توا مش قادة تخلص في شهري فهمت دونك الموظفين صحيح. صحيح. احنا محبوش لنجلبوها